الجميل أنه أنت تتعامل مع ما يعده الناس جماد أو جمادات كصخور وغيرها، هو مو صحيح. الأرض كائن حي. ما هي ميزات الكائن الحي؟ أنه يتحرك، أنه يتنفس، أنه ينمو، أنه يهلك. الأرض كذلك، في داخلها الأرض صراع وطاقة وحركة وميوعة، صخور ملتهبة تحت ضغط شديد، لو تركت لفجرت الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ لها منافذ تتنفس الأرض من خلال البراكين، من خلال الصدوع. كل هذا عالم يجري يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف كثير من الناس لا يحس بهذه الحركة، أو يقول أنه لا جديد تحت الشمس، يمثل قمة الجهل. بل كل يوم جديد وجديد وجديد تحت الشمس. الأرض في حركة، البشرية في حركة، النبات في حركة، الغازات في حركة. كل يوم جديد، ننام ونستيقظ، نجوع ونأكل، نعطش ونشرب. كل هذه دورات، أيام الأسبوع دورة، أيام الشهر دورة، شهور السنة دورة. والكيس من استفاد من هذا الجديد دنيويا وأخرويا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كلما عرف الإنسان شيء عرف أنه جاهل. وهذا يجعلك تفتح قنوات أخرى للبحث العلمي. وأهم ميزة لدى الجيولوجي أنه يمشي على رجليه على الأرض ليكتشف. وفي كل مرة تكتشف شيء تشعر أن هناك وراءه أشياء أخرى بحاجة لم تكتشفها. لذلك نحن أمة وسط، لا هذا ولا ذاك، نحن وسط. ألا ننغمس باللذات، ألا تأخذ الشهوات، ألا يلهينا الأمل عما بعده. لذلك يجب ووجب علينا التفكر. نسأل الله العافية.